المقدر من وكيلي اللجنة النائب محمد المرشدي والنائبة هالة أبو السعد بخصوص المشاكل الخاصة بتراخيص 3000 مصنع بمئة غرم لأهلية، ونسمع رأي حضرتك أو المشروع المقدم من الحكومة بخصوص التراخيص ومشاكل التراخيص اللي بتعاني منها مصر بالكامل. فنسمع رأي باشمهندس أحمد وما تقدمه الحكومة لحل هذه المشاكل لجميع المصانع المتوقفة والمصانع ليس لديها تراخيص في جميع الحالات. شكرا يا فندم. زي ما هحاول ان انا اشرح لسيادتك، اولا شكرا على الدعوة الكريمة، وهحاول ان انا ابسط بسرعة الاجراءات اللي احنا اتخذناها عشان حل مشكلة المصنعين في جميع المناطق الصناعية في مصر. الحل تم على محورين. المحور الاولاني كان محور ولاية اراضي، والحمد لله تم استصدار تشريع من مجلس النواب بان هيئة التنمية الصناعية بقت احد جهات الولاية المعترف بها اللي تقدر ان هي تقوم وتمارس عملها في التخصيص وتجهيز المناطق الصناعية في الجمهورية زيها زي المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية السياحية وخلافها. فده بيدينا ان شاء الله في المستقبل كل الاراضي الصناعية اللي هتكون متاحة بعد كده المفروض ان هي تتبع هيئة التنمية الصناعية، وهتحاول ان هي تدير هذه المناطق بالشكل اللي يخدم المستثمر الصناعي في المقام الاول. ده بيستتبعه المحور الثاني، محور التراخيص الصناعية، وهو العقبة الكبيرة في وجه معظم المصنعين اللي بيعملوا في مصر. التراخيص الصناعية كانت طبقا لإحصائيات البنك الدولي بتاخد في متوسطها 645 يوم للحصول على رخصة صناعية، مع وجود 13 جهة حكومية بتتعامل مع المستثمر ومطلوب منه ان هو يجيب موافقتها قبل ما يطلع له الرخصة. التشريع الجديد اللي قدمته وزارة الصناعة في مجلس النواب، والحمد لله انتهينا من مناقشته في لجنة الصناعة، وينزل بإذن الله قريب لجنة عامة علشان نتناقش فيه، ونرجو ان هو يحوز القبول. بيحل الموضوع بشكل جذري. رقم واحد، بيجمع كل الجهات المنحة للموافقات في جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية، وعليها ان هي تقوم مقام جميع الجهات المنحة في التأكد من تنفيذ الاشتراطات اللي مطلوبة للصناعة من كل جهة. والهيئة بتعد لائحة كاملة بكل الاشتراطات طبقا للأكواد العالمية اللي مطلوب ان هي تحترم في ممارسة اي نوع من انواع الصناعة. وتم على اساس هذا تبويب جميع انواع الصناعات القائمة الى نوعين. نوع هنسميه عالية المخاطر شوية، ونوع هنسميه منخفضة المخاطر. واتضح لنا ان الغالبية العظمى من الصناعات بتندرج تحت منخفضة المخاطر، وحوالي 20% منها بيندرج تحت بند عالية المخاطر. بالنسبة لمنخفضة المخاطر سيتم إصدار رخصة التشغيل ليها في خلال أسبوع واحد، وتتم بواسطة الإخطار. يعني المصنع عليه أنه هو يلتزم بمجموعة من الاشتراطات ويتأكد من تنفيذها ويقدم على الرخصة بتاعته، يحصل عليها بمجرد أنه هو اخترنا ان هو اشتغل وتطلع له الرخصة في خلال اسبوع. بالنسبة لعالية المخاطر هتستغرق بحد اقصى شهر، وسيتم التفتيش على المصنع قبل السماح له بالحصول على الرخصة للتأكد من توفية جميع الاشتراطات المطلوبة. الموضوع ده موضوع اساسي جدا، اشتغلنا عليه بقالنا فترة طويلة في وزارة الصناعة، ونرجو ان هو يقدم الحل النهائي لهذا الموضوع. في الوقت الحالي في عندنا تصريح
مؤقت لمدة سنة لكل اللي عايز يحصل على رخصة. احنا بنصدره كهيئة التنمية الصناعية لكل الأراضي اللي احنا مخصصينها ولينا تصرف فيها. جميع الأراضي الصناعية أو المصانع اللي تخضع لولاية تانية احنا وزعنا عليهم جميع الضوابط المطلوبة لتنفيذها، ومتاحة المفروض في كل المحافظات انه ممكن ان هو يستخرج منها رخصة تشغيل مؤقتة لحد ان شاء الله ما يصدر القانون ده في القريب العاجل. ساعتها الموضوع هيتحل من جذوره. فالتصريح المؤقت ده مجرد ان هو بيحاول ان هو يساعد الناس ان هي تتحرك بسرعة دلوقتي لحد لما نقدم الحل الجذري ونقدر نحطه موقع التنفيذ. مش ده بس، كمان هيقدر المصنع ان هو يستخرج رخصة التشغيل من اي مكتب من مكاتب الهيئة في الجمهورية. هيكون عنده اكسس ان هو ممكن يخش كمان اونلاين ويقدم ابليكيشن او يقدم طلب على الهواء على طول. الهيئة بتحاول ان هي توفر او تذلل الكثير من الصعوبات اللي بتقابل الصناعة في الوقت الحالي، لان احنا محتاجين ان احنا نتحرك بسرعة شديدة جدا. في اساس لازم نتكلم عليه، وهو الهيئة من احد اهم مسؤولياتها هي توفير البنية التحتية للصناعة، ان هي توفر لك الارض والمصنع اللي انت هتشتغل عليه. فاحنا عندنا اهداف عالية جدا حطها لنا وزارة الصناعة. اهدافنا ان احنا من النهاردة لحد سنة 2020 نكون وفرنا 60 مليون متر مسطح اراضي. توفير 6 مليون متر مسطح اراضي باذن الله يحل مشكلة ندرة الاراضي الصناعية واستغلال بعض ليها في المتاجرة او عدم استغلالها بشكل سليم. هدف الثاني، عندنا هدف ب 22 مجمع صناعي تحت مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص. احنا طرحنا 2 لحد دلوقتي في بدر والسادات. بورسعيد نازلة في خلال اسبوع. المجمعات تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تستهدفهم ان انا بديله بدل ما كان بياخد الارض يقعد يبني فيها لوحده لمدة 2-3 سنين ويمشي في اجراءات رخصة المباني والترخيص. اولا المباني هتقف عليه اغلى من ان يتبني كمجمع مع بعض. رقم 2، اجراءاته هتكون اسرع لانه هيستلم المبنى برخصته في خلال سنة جاهز ان هو يدخل معداته ويشتغل. والقرى والمراكز ينطبق عليهم هذا الموضوع كله. انا النهاردة مش بوجه هذا المشروع للمصنعين الكبار، لان انا بقدم مساحات من 300-1000 متر دي للصناعات الصغيرة مش عايز اقول المتوسط حتى دي الصغيرة اللي هي بتمثل الشباب. يعني احنا يعني هدفنا لما اللجنة بتتكلم وتتحدث ونزلت محافظة زي الفيوم والمنيا، احنا هدفنا كله ان احنا نخاطب الشباب وشريحة الشباب في هذه المشاريع. واحنا لما كنا معاكم في هذه المحافظات واتكلمنا معاهم، الناس الحمد لله منتظرة هذه المشاريع بفارغ الصبر وعايزة تشتغل. احنا شفنا على الارض قد ايه الناس فعلا عايزة تشتغل. دي هتسهل معانا الموضوع التمويل. انا لما ببقى مجهز الارض ومجهز المبنى، انا بسهل عملية التمويل للشاب عشان مشروعه في البنوك او الصندوق الاجتماعي. هتبقى الامور عندهم حكاية الضمانة وان يبقى في ضمن يضمن هذا المشروع، بنشيل هذا الجنب من الموضوع الضمانات طالما ان المشروع قائم والمشروع موجود ارض ومباني. احنا كمان عملنا بروتوكولات مع البنك الاهلي وبنك مصر جاهزة لهذه المشروعات. المستثمر او المصنع اللي بيبتدي مش مطلوب منه 3 ميزانيات سابقة اللي يبتدي النهاردة. مطلوب منه فقط انه يكون دارس وعامل الواجب اللي عليه ومذاكر كويس ومقدم دراسة جدوى سليمة. هياخد المصنع بتاعه 25% مقدم والباقي 75% على 10 سنين بفايدة متراخصة 5%.
كله جاهز إن شاء الله بإذن الله مع تفعيل هذا الموضوع بإذن الله يكون عندنا خطة أكبر لأن احنا نوفرها بشكل أكبر للمستثمرين. شكرا يا احمد بيه. انا بس في حاجه يا واحده بعد اذن حضرتك، احنا بس في حاجه يا احمد بيه، احنا حضرتك ذكرت دخلها في الموضوع ده دي بيه دي واحده بقى يعني مش من عندكم دايما بالضبط. حاضر. بس هو في موضوع حضرتك ذكرته وهو الاشتراطات الجديده اللي هيتم تطبيقها للمنخفض المخاطر والعاليه المخاطر. انا برضو مش عايز اصعب في هذه الاشتراطات ونيجي نقول احنا خليناها اسبوع و30 يوم مكان 635 يوم وانا عملت كم من الاشتراطات. تمام حضرتك مشكورا، قلت ان في شركات عالميه جت وضعت المعايير الخاصه بهذه الاشتراطات، ممكن الاشتراطات دي تنطبق على هذه المعايير تنطبق في البلاد الاوروبيه وما تنطبقش في مصر يعني. فاحنا عايزين هل القانون نازل فيه هذه الاشتراطات بحيث ان احنا هنناقشها في مجلس النواب، ولا هتنزل في اللائحه التنفيذيه واللائحه التنفيذيه برضو تاخد وقت والكلام ده؟ برضو دي نقطه عايزين نذكرها. حضرتك ذكرت دلوقتي بخصوص التصاريح المؤقته، التصاريح المؤقته ده طبعا هتنطبق على المشاريع اللي هي موجوده وما عندهاش رخص. تمام، ان احنا نقدر ندي تصاريح مؤقته لهذه المشاريع. طب هل المحافظات جاهزه وعندها التعليمات انها يتم التنفيذ فورا بخصوص التصاريح المؤقته؟ والتصاريح المؤقته دي برضه هل هتنطبق على المنخفضه والعاليه المخاطر، ولا احنا بنقول دي هتبقى مؤقته لمنخفضه المخاطر والعاليه بتؤجل؟ فبس النقطتين دول عايزين بس رد من الرد الاول. أرد الأول عليه. أنت حضرتكم بتدعموا الصناعات الصغيرة المتوسطة. الفاينانس بتاعها التمويل بتاعها ما يجيش من البنوك. البنك له استراتيجيات وأهداف بتختلف عنها من استراتيجيات وأهداف دعم الصناعات الصغيرة المتوسطة. البنك يهمه إيه؟ هدفه إيه؟ كوست بنفيت أناليسيس، تحليل تكلفة معينة. أنا بعت قد إيه في السنة؟ تمام؟ وبالتالي لما هتيجي تستقر الواقع الصناعي، لما هتيجي تستقر الواقع الصناعي هتلاقي 70% من الموجودين في السجون سببهم قروض تمويليه من البنك، لان البنك لا يراعي حسيات الصناعه واحتياجات الصناعه، البنك ينظر نظره تجاريه بحته لا خلاف عليها، سدد ولا ما سددش. اما ان يناط الامر لصندوق خاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة يشكل من ذوي الخبرات الصناعية يقوم يفرق ما بين الأخطار التي تواجهها الصناعة، إذا كان توقف هذا الرجل توقف لا إرادي أو إرادي خارج عن نطاق إرادته أو مش خارج عن نطاق إرادته، ندخله إمتى ما ندخلوش إمتى، نظام يستقضي أن يكون هناك احتواء للصانع اللي حضرتك بتقدم له هذه الخدمه، ومراعاه للبعد الاجتماعي وبالبعد التنميه الصناعيه اللي هينعكس بطريق مباشر فيما بعد على تنميه الناتج القومي. دي واحده. اثنين، انا بعترض على ان التمويل او هذه الحضانه تكون للشباب فقط، ابدا. المخاطره هتبقى كبيره لان الشاب جاي ما عندوش خبره على الموضوع. تمام؟ وبالتالي هترفع نسبة المخاطرة في هذا التمويل، لكن لما يبقى عنده صانع قديم وقاعد شغال وممكن يتطور ويتقدم اعتقد المخاطرة هتبقى قليلة وان الاضافة هتبقى سريعة، لان التاني على ما يكتسب خبرات هيكلفني. تلاتة، كان في زمان حاجة اسمها التلمسة الصناعية. انا لازم اخلي هذه التلمسة الصناعية دي تعمل من خلال أدوات تدريبية معينة، حضانات تدريبية وتلمسة صناعية لمن يريد أن يدخل في قطاع صناعة معين. إحنا لازم نفرق بين أمرين، ناس داخلة الصناعة عندها خبرة سواء إذا كانت خبرة أسرية أو عائلية، وشباب داخل الصناعة تنتفي من خلال الخبرة لأن القطاع جاذب ليه كقطاع استثماري بيحقق أرباح. ولا بد أن تكون هناك للحفاظ على هذه المنظومة كاملة إن يبقى هناك تلمسه صناعيه وحضانات تدريبيه اللي هم جايين ما يعرفوش حاجه عن الصناعه
وجاي منجذب الى هذه الصناعه، تمام؟ لابد من وجود زراعة. اربعه، لابد من ان الصندوق ده يراعي تطور الصناعه ويبقى فيه تامين على مخاطر الاستثمار في هذه الصناعه. هذا التامين يضمن في حاله هذه الظروف غير عاديه ان تتم الصناعه، يتم استمراريه الصناعه، ما تتوقفش على ان الخسائر تحصل يوم ينحسر القطاع الصناعي بخروج ايه؟ لا، ده انا لازم اعرف خسارك ازاي واعوضك ازاي وادخلك تاني للبنك. خمسه، نهايه الناس معايا لابد ان يكون على عاتقها برضه. مساله تقلبات الاسعار بالنسبه لصناعات، انا اتقطعت؟ الله شويه. لا متخصص في التمويل. شكرا.